السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي وفي تلمارك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. نواصل مسلسل الحلقات مع رياضيين، مع فنانين، ومع سياسيين، ومع مفكرين. في حلقه اليوم نستضيف الحارس الدولي السابق خالد العسكري لنسائله عن مساري، عن نجاحاته، عن اخفاقاته، ونخلص الى غلطه عمره. مرحبا بك معنا سي خالد في هذه الحلقة. مرحبا سي حسن، شكرا على الاستضافة. وبهذه المناسبة بغينا نقدموا التعازيم في وفاة الرئيس السابق ديال الرجاء البيضاوي سي عبد القادر، تعازينا للعائلة الصغيرة ديالو والكبيرة. عزاؤنا واحد وإن الله وإنا إليه راجعون. قبل ما نبداو الحوار مع الضيف الكريم، نمشيو جميعا نشوفوا ورقة حول خالد العسكري ثم نواصل النقاش. جاء إلى قلعة الجيش الملكي من عمق جبال الأطلس، لم يكن يعلم أن الفتى المفتون بالمرمى سيصبح يوما أسدا يحرس العرين. خالد العسكري عانى من مخاض البدايات وكاد أن يعتزل الحراسة قبل أن يصعد منصات البطولات. ارتبط اسمه بضربة جزاء غريبة فقرر القطيعة، وحين عاكسته الكرة أعلن الاعتزال المبكر ثم اختفى عن الأنظار. بعث العسكري من جديد داخل قلعة الرجاء الرياضي، وبعد سنوات قليلة سيصبح نجماً من نجوم المونديالتو. سي خالد، البداية ديالك كانت في واحد المنطقة نائية اللي هي ميسور. ميسور يعني مدينة بعيدة، ربما انت هو اللاعب الوحيد واقيلا في هذيك المنطقة اللي غادي يلعب في المنتخب الوطني ويلعب في أندية ديال القسم الأول ويتألق، واللي من طفل يعني مشاغب في هذيك المدينة كيلعب كرة، ماشي إلى حارس كبير. فكما شرحت السي حسن، البداية كانت في مدينة ميسور، إقليم بولمان، حيت الكثير ما كيعرفش هذه المدينة. بصراحة البداية كانت شوية صعبة لأن الظروف ما كانتش مواتية، لأن ما عندناش اماكن ديال التدريب، عندنا ملعب واحد ما كانش محشوش، كانت ارضيه صلبه، ما خصوصا البوست ديالي كحارس مرمى، فمصعب صعب تريني في ديك الارضيه لان كانت كما قلت لك صلبه. لكن بصراحه بجهود ديال الناس ديال المدينه، وكنخص بالذكر واحد المدرب سميتو سي مصطفى العزوزي، في هذا الاخير كان كينظم دوريات لجميع الفئات. فتقريبا حنا راه كانت نهار الحد ولا اليوم اللي ما كتكون فيه عطله، النهار كامل حنا غير في الطيران. ولكن ما بديتيش في البوطو، بديتي اتاكون. اتاكون اري. بالفعل هذه بديت بانني لعبت مدافع ايمن اول مره، تحولت للمهاجم. بديتي كتزيد قدام. محل الشباك، تلقيت راسي مهاجم، من بعد لقيت راسي حارس مرمى غير بصدفه صراحه. وانت جوكر. كنت كاع لي بوست. لا والحمد لله، هذه ميزه تقدر ولينا حاليا كنخص ضروري الحارس مرمى يكون كيمتاز باللعب بالارجل ديالو، فالحمد لله. لكن الطريقه ولا الكيفيه باش وليت حارس مرمى فغريبه بصراحه، لانني كنت مجرد غير متفرج في ملعب ديال التراب بين الاصدقاء، وكانوا كيلعبوا على واحد رمزيه، سواء الفلوس ولا شي صندوق المناضه، شي حاجه كتكون غير رمزيه. فانا كنتفرج الفريق اللي كان خاسر من هازم بواحد الحصه كبيره، تصاب لهم واحد اللاعب واقترحوا عليا ندخل نكمل، كما كيقولوا السي خالد غيدخل يكمل معنا الماتش مع الخاسرين. ومن دخلت سبحان الله اول مره كندير حارس مرمى ولا كره بغات تدخل. ولكن كانوا داخلين الكوار ديك الساعه، كنا خاسرين، ولكن انا كنهضر على المردود ديالي وكنكتشف راسي في واحد البوست جديد، لان اول مره كتدخل حارس مرمى وكتشوف راسك عطيتي واحد ما عندك لا روبير، ما عندك ليغات، ما عندك سوق، لابس حتى بسروال تجي غير متفرج، ما كتعرفش هو البوست بحال مرمى شنو الميزه ديالو. لكن انا مجرد اول مقابله الجميع شجعك وقال لك الا كملتي كحارس مرمى فان شاء الله غادي نشوفوك حارس كبير. فشكرا لهاد الاصدقاء اللي كانوا معايا، ومنهم واحد ثلاثه باقي ديما العلاقه معهم، ولا اربعه اصدقاء، فهم اللي وجهوني وخلوني نكون حارس مرمى. بقيتي حارس مرمى حتى شاركتي في هذيك المسابقه ديال دوري الاحياء. دوري الاحياء، ومنها غادي تختار في فريق ديال المولوديه. فبالفعل اول موسم ديالي كحارس مرمى
لعبنا ديك الدوريات كيكون قبل البطولات العصاب، العصاب كتكون شويه متاخره، لعبنا دوري وبصراحه درت واحد الدوري في المستوى، الجميع شاد بيا، وفي نفس الوقت كان المدرب ديال الفرق الاحياء كيحضر كيتفرج، ديال مولود سميسور كيحضر وكيتفرج في مقابلات الاحياء باش كينقب على لاعبين اللي يقدر يطعم بهم الفريق الاول. وفي ذاك الموسم وليت الحارس الرسمي ديال فريق مولود سميسور عن سن 16 سنه، فهذا هو اللي عطاني واحد المجال ديال التالق وبنت في فرق الاحياء الصغير باش تسح لي المجال للفرق الكبرى لتحت فريق الجيش الملكي. وكيل التحقتي في اطار واحد المسابقه بالفعل، دير لكم مسابقه على الصعيد الجهوي شويه مشاو للوطن بالفعل. ملا كنذكروا جميع السي حسن، وانا بالنسبه ليا كراي خاص فبنسكري قدم كوب دي موند مقبول كحارس مرمى مقبول ومزمتي بار لي عليه، لكن الناس اللي مخصصه قرروا باش يديروا واحد المدرسه ديال الحراس خاصه بحراس المرمى، وكانوا عطاو واحد لاج صغير باش يقدر يتكونوا، وكانت بحال جميع الفرق الوطنيه سواء اللي في الهوات سواء اللي في الدرجه الثانيه ولا في الاحتراف. فالمسؤولين ديال مدينه ميسور صيفطوني في الاول العصبه، وكان واحد الاختيار كان تنقيب غير على حراس المرمى، كنا واحد 20 حارس حارس مرمى غير ديال العصبه، تختارت منهم واحد انا كريم فكروش، وقيل على ما اظن واحد الاسم غاب عليا الاسم ديالو حاليا، تختارينا باش تكون في معموره تكون تنقيب على الحراس وطني، غادي يكون فيها حتى المدرب ديال انذاك جيل بورج المدرب الحراس ديال المنتخب الوطني نوري مشى. اييه بالفعل، فداروا واحد التنقيب على المستوى الوطني، وبالفعل الحمد لله في الاخير تمكنت باش ناخذ المكان الحارس الثالث بالمنتخب الوطني، لان انا ذاك كان واحد الحارس اللي بصراحه كنتاسفوا لان مدى كنتاسف عليه في المسار الرياضي ديالو، كان حارس كبير السي عمر الشارف، كان عنده واحد المستوى كبير، كان هو الحارس الرسمي بدون نزاع. في هذا اللاج مشيتي للمنتخب، ولكن اللي بغاو يديوك ما لقاوش عندك باسبور. هذه من الطرائف لا تبقى راسخه في الاذان ديالي بصراحه. ف اش كتصحاب السفر بلا باسبور؟ لا ماشي دابا، انا كما قلت لك 16 سنه حنا في مدينه ميسو حتى كارت ناسيونال ما عنديش. مدينه حنا كنتسناو حتى كدير 18 سنه حتى كتاخذ الباك عاد كتفكر دير ديك الساعات دير لا كارت ناسيونال. ف مغارب الصدف تختاريت كحارس ثالث ولا مع الحراس الثلاثه اللي غادي يكون في واحد الدوري في امريكا. وبالفعل دخلنا الكونسنتراسيون وانا جاي بلا باسبور بلا والو، جالسين كنتعشاو مجموعين، على الباسبور ديالك انت، على الباسبور ديالك، على الباسبور الخير. قلت له ما عنديش الباسبور. فتفاجئ وقلت له، قلت له انا كيما شرحت لك راه انا صحابي واش تكون شي فيزا جماعيه زعما ولا شي طرق اخرى. انا ديك الساعه اول تجربه ديالي السي حسن، فهاد الشيء راه الانسان راه التجارب هما اللي كيخليك تتعلم. تما ما مشيتيش معاهم، شكون اللي مشى لبلاصتك؟ ما شاركش، كان عوضني الحارس ديال الفتيان كريم فكروش. وكيفاش غيجي الالتحاق ديالك بالجيش الملكي؟ بعد المرحله ديال التنقيب اللي كانت على المستوى الوطني، جا عندي مدرب حراس وشار لي بان لازم عليا. شكون اللي كان سلامات؟ لا كان سلامات، وكان جيل بورج قال لي بان الا بغيتي تستمر مع المنتخب الوطني فخصك تقلب على فريق كيمارس في الدوري الاحترافي في القسم الاول. وانا غير صدفه قلت له راه نقدر ان شاء الله نمشي لماس، لان المدينه القريبه لينا هي فاس، وجات من عنده. قال لي السي فريد مشكور، كنشكرو من هذا المنبر ديالكم السي حسن، قال لي واش عندك رغبه تلتحق فريق الجيش الملكي؟ قلت له هذيك راه حلم ديالي، اي واحد يتمنى يلعب في فريق كبير كقميص فريق الجيش الملكي. بالفعل فمن مشيت الحمد لله كما قلت لك دوزوا لي عن طريق الهاتف الكولونيل العكاري رئيس منتدب فريق الجيش الملكي، وقال لي مرحبا بك فريق الجيش الملكي فريق المغاربه، باقي عاقل عليها حرفيا. فما كانش يومين ولا مشينا طلعنا مع المكتب المسير ومع المدرب، لا مشيت مع الرئيس ديال فريق مولود سميسور السي عمر مشكور على هذاك لوجيس اللي دار معايا، والسي مصطفى العزوزي اللي عودنا عليه في فرق الاحياء مشاو معايا. كانت واحد الجلسه لقاء مع المسؤولين ومع المدرب انذاك اللي كان السي رشيد الطوسي، وعطيت القبول ديالي بالتحاق فريق الجيش الملكي بشرط واحد. كان البرازيل، كان البرازيل الله يرحمه، كان اسمار، كان ادريس اسمار، كان سعد الرافع قاسي، كان حراس الاولين في المستوى الصراحه. استفد منهم كثير. تخيل بان انت حارس مرمى كنت كدرب في الهوات وكدرب تدريب، ما عنديش مدرب حراس في الهوات،
وما عنديش بحال هاد لي فيديو تقدر تشوف في يوتيوب تشوف راسك فوالا مثلا بريز دوبا كتقدر تخدم غير ما في الحائط في الطور تخدم في الحائط لي بلونجو كذلك اي واحد صديق ديالك يلوح الكره تبقى تبلونجي فما كانش تدريب خاصه على المستوى العالي لكن الحمد لله بالالتحاق ديالي فريق الجيش الملكي كتشوف البرازيل الله يرحمه في هذا النهار كتشوف دريس اسمار حارس دولي كتشوف عبد الرافع قاسي فكما شرتي اي واحد حاولت ناخذ منه شويه شحال شراوك بصراحه مجان فابو مجان بصراحه المسؤولين ديال ميسور قال لهم الشرط الوحيد اللي غادي نطلبوكم هو هذا الدري راه عنده عائله ديالو خدام عليهم فالا كنتو غادي تساعدوه يخدم مثلا وتضمنوا مستقبله مرحبا حنا ما اصلا غادي ياخذ الباك ديالو راه غادي يمشي يقرب فاس ولا حيت ما كانش عقود السي حسن في الهوات احتينا فيه كان غير داك التعامل الانساني فراهم جزيل الشكر صراحه وفرقه الهوات ما احتاجها لكلش بالون تحتاج لي واو بالفعل تلقاو بان غادي يقدروا يعطيو مساعدات وكما قلتي كرات وحذاء رياضي واقمصه في الاخر كنظن ما عطاهمش ما توصلوا بوال للاسف للاسف طيب نتايا غتبدا لقيتي قدام قوال كبار بديتي مع الجونيور لا كنت كنتدرب فريق مع الفريق الاول والمقابلات كنت كنلعب مع فريق الشبان شكون اللي كان ديك الساعه المدرب ديال الكبار ديال الفرق رشيد طوسي بصراحه كان ساندني بزاف ولا هو المدرب الحراس الكبير السي حميد بصراحه لان هادشي اللي وصلت له راه بفضل الله سبحانه وتعالى والسي حميد بقيتي كتلعب كتذكر الماتش الاول اول مقابله ديالي في نفس الموسم اللي كنلتحق فريق الجيش الملكي كان على ما اظن البرازيل انتقل للدوري المصري الله يرحمه اسماعيل اياه وكان السعد الرافع قاسي مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا لا اظن في التفصيل في كاس افريقيا سواء ماتش ان اوفيسيال وكان لعب الحارس حسن بريكت هو كان حارس كبير وتلقى ورقه حمراء من بعد خدا مش هنا فاش خدا الورقه الحمراء كيكون نقاش مع الحكم حتى لقاوني دخلت انا البوطو كنلقى بلومير ني دخلتي دخلت مع الشيكا ما درتش صغير لا ما دخل بلا هضرت مع انا بديك الفرحه وبالخلعه والماتش والماتش ديال المنقول وغادي تشوف راسك في التلفازه دخلت كنلقى بلومير ومخايف الا جات تمرك عليا الكره وكعرف كتكون قضيت في هذاك الماتش الحمد لله ما تمرك عليا ولو هدف وكان لازم كنتذكر بان جميع اللاعبين جاو كيديروا لك المباركه وقلت انت راك حارس كبير انت راك حارس مستوى انت راك فبصراحه هذيك غادي تبقى تجربه راسخه في الاذهان لعبتي في الجيش واحد الفتره من الفترات ولكن دابا الناس ديما كيتفكروا العسكري كيتفكروا داك البيلانتي المشؤوم داك البيلانتي اللي وصل الصدى ديالو حتى لايطاليا نقدر نكون معك صريح فماشي المشكل كان رياضي محض كان هناك ظروف سواء نقدر نقول لك عائليه وظروف عمليه لانني زعما صراحه كنت عميد الفريق كنت عميد الفريق وفزت ببطوله وفزت بكاس العرش فالحمد لله كنت غادي في واحد المستوى كبير لكن بالنسبه للعقود الماديه ف ما كنبررش بان الخطا ديال البيلانتي هو هو السبب اللي موراه باش لحستوني فغير كنقول لك بان تراكمت عليا عده اسباب ما هو شخصي ما هو عملي وبالاضافه للمشجع الاعلامي اللي ناضت على ضربه الجزاء ما كتكلموش على ديال القنيطره لا حيت موراها السي حسن جات موراها جات لا البيلانتي البيلانتي راه شتي السي حسن لقيت بان انا حبست البالون كان البرد ولا شنو؟ ما كان لا برد لا والو كان الجو عادي شويه كان شويه الجو انا حبست البالون بانت لي قدامي البالون هي كتبان لي قدام السي حسن بحال كنشوف انا دابا في البيلانتي السي حسن واش كيقول لك خصك تكمل لاكسيون؟ لا كون كانت بيلانتي ديال الماتش نتفق معاك كون كانت بيلانتي ديال الماتش غادي تطاق تنوض الكره الثانيه حتى واحد ما تابعها دابا انا شفت كوره قدامي كون ما شفتهاش للاسف كان جمهور الجيش الملكي عاطيني وراء الظهر ديالي لو مومون فاش درت نحيي الجماهير العسكريه ونحتفل معاهم ما شفتش انا داك الشيء اللي شافوا العالم كامل الكره كدور صبح وغادي غادا 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 حتى وصلت لالي قفله بزاف كانت وكنظن بان كانت كره ليفتي ولو مومون فاش درت لاري انا بحال دارت فين وقفت الارض بقات كدور كدور بقات كتزيد كما شفنا في اعاده التوصيل لقيتها تفاجات
وللاسف كما قلت لك الجمهور كان وراء الدار ديالي وحتى اللاعبين ديالي اللي يقدروا زعما تيقول لك جاو عندك كيواسي لا اللي يقدر ينبهك حتى واحد ما قال لك من بعيد ولا خوها وانتم تما كان راه الجمهور كتحتفل بان انا شفت البلانتي راه حبس هذيك كتبقى قصه من موراها جات من موراها هذيك من اسباب الخير الساحه من اسباب الخير هذيك الساحه هذيك من اسباب الخير لان موراها راه قلت صافي راه وضعت حد للمسيره الرياضيه ديالي حتيتوني موراها جات المشكل لان داك الضغط اللي عشتو الساحه حسن ما ساهلش هذيك ضربه جزاء الشهاده كما شرتي درت واحد الضجه اعلاميه كانت لي اول مره في التاريخ كتوقع بحال ديك ضربه الجزاء فهذاك الكم الهائل ديال الكريتيك وتقرا حتى في الفيسبوك تقرا هذه الغلطه اللي درتي بالفعل غلطه خطا كبير خطا كبير مني تقرا لي كومونتير فوالا ولكن ديك الوقت يلا راك عارفني غي وسيرتو انا لمحت بان انا درت نهايه المسار فبقى الوقت الشاغل ديالك هو التدريب لا خالد وصلت لواحد النيفو كبير تقاتلت عليه حتى وليتي عامل فريق ديال الجيش الملكي وكتحبس رسمي كنت تحمل الكره واقيلا المره هذيك صافي مشيت للمدينه ديالي وارتحيت وبعثت بصفه نهائيه عن كره القدم قالوا خالد العسكري مشى عند شي بسيكولوج بالفعل بالفعل السحاسه هذه درجه كما كيقولوا السي جنرال حسني مسليمان الله يذكره بخير انا بخير اللي دار معايا راه ما نساهش حياتي كامله ولكن علاش دا كان بسيكولوج اييه بالفعل صيفط الطبيب بانني خصني ضروري نشوف طبيب نفساني لان ديك الوضعيه شافوني بعدت على التدريب ما بقيتش كنجي حتى طجيتي صافي مشيت لدارنا بغيت نفتح واحد نعيش واحد الحياه اخرى ما بقيتش عارف كما قلت شي مكان اللي يرتاح غير المدينه ديالي والاسره الصغيره والكبيره عانيت ماديا وعانيت معنويا وفقدت كما كيقولوا اجا طاحت طيحات المدام اول ابناء ديالي ما كتبش الله في هذه المرحله مور هذه ضربه الجزاء وهذيك الوقيته ضربه الجزاء طيحات المدام ديالي والحمد لله ربي عوضك بخير كثير الحمد لله ولكن ديك المرحله حنا ما كنعرفوش شنو كاين من القدام ولكن ربي داك الشيء كامل ضربه الجزاء والتوني درتي كنخبي لك واحد الخير كبير كان عليك غير تصبر لان في هذه الوقيته السي حسن اللي ما عارفينش الناس راه وليت مدرب ديال الشبان الجيش الملكي فرضوا عليا بان اول حاجه خصني ندير التدريب ديال الشبان الجيش الملكي هادشي كان عاودك في 2010 2011 اول حاجه مدرب الحراس بغيتي تجي تريني مع الفرقه جي تريني ولكن ضروري تكون مدرب ديال هذه الفئه فانا راه بديت كما قلت لك راه بحال شحال عندك من عام ديك الساعه؟ ديك العام كنت عندي واحد 26 27 وباقي باقي تحبس وليتي مدرب مورا ديك المشكل مورا ديك المشكل الكل قال بان خالد العسكري صافي انتهى صعيب باش ترجع انتهى لان التدريب ما بقيتش كنحضر قلت لك صافي مشيت سديت عليا بمعنى الكلمة ومن بعد رجعتي ثاني حارس ومن بعد كان كما قلت لك جنرال حسني سليمان الله سبحانه وتعالى بدون نزاع الله سبحانه وتعالى دائما وابدا ولكن اللي كان عنده دور كبير هو الجنرال حسني بسليمان فجاء الميساج ديالو بان خالد العسكري يلتحق باي فريق اللي بغى هو اللي اختار الفريق ديالو وفي نفس الوقت المونطو اللي خداه ياخذه هو وتاخذ لي فارتاريا فوال هادي شويه ديال المكان الساعات هاد لوجيس الجنرال حسني بسليمان الله يكثر خير اصلا هذا دعم معنوي ودعم نفسي وفيه كلش فمشيت للحسيمه اتصل بالناس الحسيمه شوف مشيت سنيت معهم والهدف ديالي غادي نرجع الاسم خالد العسكري ونحيد ديك الصوره السلبيه اللي شافني فيها الناس ضرب الجزاء وديك تحدي كبير تحدي كبير بيني وبين نفسي والجماهير اللي كتنتظرك لان هذيك الوقيته تحيه كبيره للشعب المغربي ما كنقولكش الجماهير ديال كره القدم تحيه من القلب للشعب المغربي كامل كل شيء وقف معايا السي حسن ديك الوقيته انا كنشوف جالس في الدار في التلفزه كنشوف جماهير الكوكب المراكشي رافع لافيته كنشوف الناس ديال المغرب تطواني رافعين لافيته وانا في راس العروبيه وكنشوف هذا الشيء كنشوف الناس كيبغيوك هذا ماشي الجمهور ديالك ديال الفريق الشعب الشعب سبحان الله نهار قررتي انك ما غاديش تحبس مع الكره لقيتي راسك في كاس العالم سبحان الله لقيتي راسك احسن حارس في كاس العالم من الحسيمه سيموا سيموا ديال الحسيمه خلاتك احسن فريق والامنيه ديك تلعب فيه هو اللي كيطالب الود ديالك هو اللي جاو عندك الرجاء البيضاء وبصراحه فاش سمعت الاتصال ديال فريق الرجاء البيضاء وفرحه لا توصف فرحه ديال الحلم ديال الطفوله هذه تحقق جلس معاك حانات قلت له السي حانات ديك 30 اللي كان عاد ناخذ في الحسيمه اعطيني غير 30 ما قلتي عيب
بزاف قال لي بزاف بزاف قال لي بزاف قلت له دير لي بغيتي بالكونطرا دار المونطو وقيلا 25 ولا 25 دار داك المونطو وقلت له ولكن السي حانس دابا نسيني مع هاد المونطو اللي بغيتي انت ولكن العام الجاي ان شاء الله راه هضره اخرى راه نسيني بمونطو اخر وداك الشيء اللي كان وداك الشيء اللي كان الحمد لله ديك السي موا خلات الجمهور راه جاو مقتنع بيك ولا المسؤولين ولا حتى اللاعبين اللي كانوا معك وكانت مفاوضات كبيره مع فريق الجيش الملكي باش نمشي بصفه نهائيه لفريق الرجاء البيضاء. ولكن شراوك غالي. بالفعل الساعه كانت اغلى صفقه. شحال شراوك؟ شي 300 مليون للفريق وزيد لها الرواتب الماليه اللي تاخذ انت المنحات السنويه. شي 600 شي 600 الساعه. كنظن شي جول مشى ب 600. ديك الوقيته ما كانتش الساعه. ديك 2011 2012 ما كانش هذا المونطو دابا حاليا نقدروا نسمعوا بان مونطو كبير ولكن حاليا كانت اغلى صفقه ما كانش حتى في اللاعبين ماشي حتى في الحراس حتى في اللاعبين ما كانش كتوصل 600 مليون فكانت اغلى صفقه ساعه قلتي راه كون حبست الكره نكون درت غلطه العمر هذا الشيء اللي قلت لك استعاس حنا كنا كنشوفوا غير على المدى القريب شنو وقع لي ولكن الله سبحانه وتعالى مخبيك شي حوايج اللي ما كتحلمش بهم مشيتي للفريق اللي كنت كتمنى تلعب فيه وحققتي مع داك الشيء اللي تكون كتحلم السي حسن وناعس وما توصلش داك الشيء اللي بغيتي فالحمد لله كان انجاز ماشي تاريخي كان واحد الانجاز مع فريق الرجاء البيضاوي بصراحه اسطوري اللي فرحتي الشعب المغربي كامل فرحتي سيدنا الله ينصر سيدنا راه ما شفناش في الميادين سنين ما شفنا سيدنا في الميادين جا سيدنا جا ولي العهد جا مولاي رشيد جات الاسره العلويه فواحد افتخار بانك جيتي في واحد لي بيريود اللي كانت كما كنقولوا التوهج ديالها وكنتي من اكبر المساهمين في هذا الانجاز بديك المباراه التاريخيه امام وهذه كانت فرصه سي حسن كما هضرنا نرجعوا شويه للوراء العالم كامل ضحك عليك يا خالد هذا هو التفكير ديالي سي حسن والله العظيم العالم كامل تقولها مع راسك ولا كتحط راسك الهدف ديالي هو هاد الماتشات كبار خالد العسكري راه شتي المقابلات ديالي كاملين مقابله عاديه نقدر نبان لك غارديان مويان ولكن لي كرون ماتش تما كيبان لي كرون غارديان كتكبر فيه كيكون واحد التركيز عالي كيكون عندك واحد التحفيز خاص كتكبر واحد الطريفه وقعت في هذاك كاس العالم للانديه هو انك دخلتي الفيسيير خديتي داك التوني ديالك وقطعتي لي الكمين ف قبل ما تلعب كيعطيو التوني للغارديان دو بيت ها باش هادي يلعب هذا هما عطاوه التوني فيه الكمام هنا ما عندكش مع الكمام كنحس براسي بحال مزيار ما نمشي والو فبالفعل فاش جيت نحبس الماتش لقى بحال هكا لابس دومي مونش والتقطيعه بين غير المقص بين مخرب قطعتي في السير في السير عطيتي الكم ديالهم قلت له قال لي توني ماشي هو دابا باش تلعب قلت له لا راه حط لي ريكل ديال تيكونو سيرتو فيفا راه خصك تلعب بهذاك التوني تيسالي تيسالي لي توني كتحطهم نفس الشيء بالنسبه لليغات ليغات ليغات لا مارك لا مارك انت دابا فرحتي الجمهور ديال الرجاء ولكن كنتي قلقتي الجمهور ديال الرجاء ملي ديتي لهم البطوله من الدار البيضاء كاين السي حسن عندك ذاكره قويه هذيك قليل اللي كيعرفها السي حسن بانني في 2004 2005 انا هو اللي كنت الحارس الرسمي بديل ديال الحارس الكبير تحيه ليه السي طارق الجرموني يوم عرفت بلا عاد عرفت بانني اللاعب يوم المقابله كنقول لك رينيو تكنيك اللي كتكون قبل من الماتش ديك 11 ولا 12 مورا الفطور ولا ديك اليوم ما عاد عرفت بانني حارس رسمي ديك المقابله لكن الحمد لله باليقين في الله سبحانه وتعالى وبالعمل اللي كدير وبالحب ديالك للصديق ديالك الجرموني كيحبس كتبغي له الخير متاكد بان ربي غادي يسر عليك وتدخل وتقضي الغرض الحمد لله كانت اجمل المقابلات ولا ما قدرتش نقول لك من افضل المقابلات اللي قام بهم خير العام لا احسن مقابله هي مع موسيري اكيد هذيك دابا وصلتي للنيفو ديال العالمي العالمي فمونتيري سواء اللي كان وقع لك هذاك المشكل تكلمنا على المؤازره ليك وصلت البوفون كيفاش وصلت البوفون؟ بوفون شاف كنظن حتى هو في يوتيوب ولا وكان انا ذاك اللاعب الدولي ديالنا حسين خرجه كيلعب في الانتر ميلان وكانت عنده علاقه مع بوفون وعرفوا بان مغربي وقال له واحد الرساله خصك توصلها لذاك الحارس خالد العسكري وبان راه شد دي فيديو ديالو ابار داك البينالتي بان لي بان حارس عنده امكانيات وباقي صغير باقي غادي يعطي ان شاء الله خصو يرجع وهادي فكان واحد التحفيز بصراحه ما يديروا غير الحراس الكبار بصراحه وكما قلت لك راه الشيء اللي قواك وخلاك ترجع وتواجه دوك الظروف اللي عشتها تحولتي من لاعب كان ميؤوس منه
بالفعل النجم ديال 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 المغرب كلشي كي يعني في هذيك الفتره راه داز العسكري من شي شارع راه غيتحبس. هذاك هو الهدف ديال السحاسه نحي ديك الصوره اللي كانت قبل ديك الصوره اللي كانت ولكن بقى تابعك شي حوايج باسبور مشى في الطياره رحله ديال الرجاء كانت مشات دير كونسونطراسيون في لونغري يعني كان دخل اورودز اللي كان مدرب سابق درجة ولده واللي كان نظم لهم هذاك المعسكر كان في لونغري من لونغري جيتو لايطالي لايطالي غادي تشدو طياره اخرى نسيتي الباسبور تاع الطياره الاخرى اللي بالفعل تحولتي الى مهاجر سري ودوزت ليلتين في المطعم دوزت ليلتين في المطعم كنعس في الكرسي تماكم بصراحه كنشكر الامن الوطني ديال الناس في ايطاليا بصراحه تعاملوا معايا تعامل جيد انا عرفوك حارس الرجل جا وخلاوك ما يمكنش يبقى معك شي واحد نطاوه اللي كان معنا وكنظن السي سعيد بوزرواطه فخصهم يمشيو يتحقوا مع الفريق بقيت بوحدي تماك هما داروا شي اتصال باش السفير ولا شي واحد يقدر يجي واش ما رجعتيش الطياره المشكل ما يمكنش الساعه الباسبور حنا داك كان شونجمون ديال الطياره كنا درنا ليسكال باش نشونجيو الطياره باش نكملوا من ايطاليا لهونغاري فما كانش نفس الطياره من المغرب حتى لهونغاري كان واحد ليسكال في ايطاليا ومنين مشى ما بقاش الباسبور دخلتي فانا الباسبور ما عنديش وانا نسيته اذا شنو الفريق عندهم غير يشونجيو الطياره ويمشي اذا شنو غادي يدير صافي غادي يمشي وانا بقيت بلاصتك بالاوراق بلا هو سيفي بحال هكا فبقيت تماك ما تلقيت راسي خارج المطار لان المطار كبير انا من خديت طرام كاين تماك في وسط المطار باش تخرج لي فواياجور كيخرج فمن خرجت انا لقيت راسي خارج المطار ما باش تولي تدخل راه صعيب فمشيت هضرت مع دوك البوليس اللي كانوا تماك بان راه عندي مشكل ديال الوثائق نسيت الحقيبه ديالي في الطياره وما ما سمعوش ليك ما عارفينش واش يقدر يكون مهاجر يقدر واللي نفعني شكون اللي نفع هذه الساعات هما التصاور ديال التليفون اللي في كاس العالم برافو كاس العالم التصاور اللي عندي في التليفون وقلت لهم انا راه بوفون ديال الطاري انا راه بوفون في المغرب جبت لهم التليفون بقيت كنديرهم التصاور صافي شافوا الجمهور شافوا مع لعابه كبار تتساعدوا معاك تما والناس كما قلت المغاربه اللي كانوا تماك تعاملوا معاك كما قلت لك عطاوني واحد الغرفه ديال المبيس ديالهم هما هي اللي ارتحيت فيها حتى حلوا لي المشكل ورجعت للمغرب رجعتي ما حضرتيش في هذيك الكونسونتراسيون غريبه لا ما حضرتش ما حضرتيش درتها بوحده السي حاسن كانت ايضا انا رافقتكم في واحد الرحله كانت للكويت ثاني وقع لك ثاني واحد المشكل حنا المشاكل غير لاصقين فينا السي حاسن وبدون سبب زعما كنا انا ويا جور كنقلبوا على في لوطيل شي مكان للصاله بصراحه مكان للصاله وحتى تصادفنا دخلنا في واحد البيرو لقينا الناس الشخصيات البيرو لي كومبلي والاجتماع حنا ما فهمنا والو وجا عندنا واحد اجتماع امني هذاك اجتماع امني قال لك ديال المخابرات برافو كان ديال مش مخابرات لا اقتحمتوا اللجنه ديال المخابرات قلنا الله ودي حنا راه ما عارفينش لوطيل حنا راه ماشي اصلا كنا في الكويت ماشي في دوله الكويت باش نعرفوا ولا حنا راه في اوتيل خرجنا كنقلب حيت اوتيل الساعه راه اوتيل راه سوبر مارشي راه فيه جامع فيه راه فيه كل شيء حنا غير بصدفه غلطنا حتى خرجنا في وحنا كنختموا بهاد الطرائف اللي حصلوا كاين واحد الموقف شويه مأثر فيك هو انك ميسي ما بغاش يسلم عليك انا كنت بارساو كان بغيت بارسا راه خصك تقلب ريالي وراه دابا قلبنا دابا حنا القصه قبل اي واحد في العالم ما يبغي ميسي كيما الكذاب يقول لك ما يبغيش البارسا ديك البيريود اللي كانت فيها البارسا في المستوى الكبير كانت اي فريق كينهز ما باقل الحصص ثلاثه اربعه حتى كما قلتي حتى النتيجه ربحتينا بكره سي ميسي بالصحه والراحه وفريق البارسا وحنا فريق مقابل الاستعداديه فعادي ولكن اللي ما مقبولش هي حنا كلاعبين انا ما كنهضرش عليك هبط له واحد النجم ورا السي حسن غنقدر نتقبل رده الفعل ديالو ولكن راه حتى حنا لابسين واحد القميص وواحد فيه واحد اللوغو ديال واحد الفريق عالمي وحنا راه غير حبا فيك بغينا نتصور حبا في ديك الكره وديك الكره الجميله اللي كتقدم بغينا نتصور معك فرفض ورفضها بالطريقه ما عجبتك ما عجبتناش ومن هذيك اللقطه كريستيانو هذيك ريال مدريد السي حسن ويا جور قلبها ولا بقى الله اعلم ما سويتوش ولكن انا شخصيا من ديك الوقيته الريال وبصراحه الا كنا كانت تكون منافسه راه الرياض راه اخلاق
الا رجعنا للعداد ديال الزمن للوراء، شنو الحاجه اللي ما ديرهاش، اول حاجه اللي ندمتي تدرتيها؟ اول حاجه بلا ما نفكر هي المغادره ديالي فريق الرجاء البيضاء. ما كنتيش تغادر؟ كان سبق عندي سنتين في العقد ديالي، وانا اللي لحيت باش نمشي لفريق الرجاء البيضاء. غلطه هذيك زعما؟ غلطه العمر بالفعل، ولكن غلطه تحت تاثيرات كبيره. التاثير ديالاش؟ الوفاه الوالد الله يرحم. الله يرحم. بان ساعه الوالد الله يرحمه مات وانا ما حضرش في الكنازه ديالو. كنت في جنوب افريقيا. كنت في جنوب افريقيا كنا نلعبوا مع كايزر شيفس. تمحنتي شويه مع الكوكب مراكش. كثير ماشي شويه السي حسن. هذيك النقطه السوداء في المسار الرياضي ديالي. فريق الكوكب مراكش بصراحه عانيت بشكل كبير. كيدقوا عليك مول الكلى. كيدقوا عليك وكيقول لك انا اصلا ما خديت والو. مشينا الكوكب ماشي والله ما محتاج لهم ماديا زعما. غير انسانيه جبتي حارس كبير دواز وعطى واحد الشيء كثير ما يمكنش تقول لي انت هو الحارس الرابع بدون ذاك الاسم ديالك. انا جيت لتحت فريق الكوكب مراكشي باش نعاونو نقدر ما نلعبش ماشي مشكل، ولكن ماشي تايكارطيني على الجروب كامل وتبعدني وتقول كتعلن بان خالد العسكري الا بغى يبدا معايا خصو يكون الحارس الرابع، وهذا راه ادلال في حقي. شديتي وليداتك تما وكلشي؟ ديت وليداتي ديت كلشي، بدلت الانتقال المدرسي درت كلشي. ملي جبت العائله ديالي جلس حتى كيدق عليا حتى السيد اللي كان الدار ما خلصوش. ومشيت ما نكذبش عليك مشيت عندهم قلت لهم حاجه واحده، انا راه ماشي ديال هذا الشيء. انا سوا عدوا معايا شي حل، سوا هذاك المدرب اللي كت اللي كيهضر ديك الهضره تلقاو معايا معيقه معايا مشكل. الحمد لله الناس هما ما كيكذبوش على الله، بعض الاشخاص بعض الاشخاص هادشي كنقول لك انا ما خديت حتى درهم، وفي نفس الوقت حتى المعامله ما كانتش. في بعض الاشخاص اللي وقفوا معايا خديت وريقاتي من مراكش مشيت لخريبكه سينيت كونترا ديالي والحمد لله دوزت واحد السيزون كبير مع اولمبيك خريبكه اللي كانوا فريق اللي كان كيتفادى النزول. فربي ما كيسد باب حتى كيفتح بيه باب. جديده؟ الجديده هي الانتقال ديالي من فريق الرجاء البيضاء والفريق الدفاع حسن جديد. وهذا كان السي جمال السلامي بصراحه هو اللي كان طلبها بمليح، كان مليح باش نلتحق فريق الدفاع الحسن الجديدي اللي بصراحه هما قدمت معهم مستوى عالي بصراحه، كنا كان بلاعبين شبان اللي ولاو نجوم من بعد. شي كلمه اخيره باش نختموا هذا اللقاء معك، هذا اللقاء الممتع مع الحارس الدولي السابق السي خالد العسكري، شي كلمه اخيره؟ كلمه كنبغي كما قلت لك نشكر اي واحد ساند خالد العسكري في المسار الرياضي ديالو، لا من جماهير لا من مسؤولين لا من مدربين اللي دربت على الايادي ديالهم. فانا كنكون دائما فخور بالتواجد معك السي حسن، وتحيه للمشاهدين الكرام اللي نتمنى تكون هذه الحلقه ما تكونش ثقيله عليهم. تبارك الله عليك. خديت شي حمراء؟ خديت حمراء السي حسن، خديتها وخديتها حتى سلت نهايه المقابله مع رضوان جيد، حتى سلت المقابله تصفر حتى ساله، ومشيت نهضر معاه حوار ودي السي رضوان، احنا كبار ديك الطريقه كان شويه سيفير كيهضر بواحد الطريقه شويه يقدر ما يتقبلهاش، هو كتبان له عادي ولكن بعض اللاعبين عنده بيرسوناليتي ولا شخصيه قويه يقدر ما يتقبلهاش. في الماتش كيهضر معك بواحد الطريقه شويه قاصحه. مشيت عند نقطه السي رضوان عندنا وليداتنا زعما هذيك الطريقه اللي تهضر معايا هضر معايا بطريقه زوينه، قلت له اكزومبل بحال هكا، قلت له الناس راه في اوروبا كيخرج لك حمراء وكيضحك. هو خرج لك وضحك وما قبلهاش، قال لا لا عندي الحق نضربك. والله العظيم قال له عندك الحق نضربك وتسمع ديك الكلمه راه ضروره ترياش. ف من بعد راه ولينا الاصدقاء ديالك هو كان ولينا اصدقاء جيد، واحد من الحكام طبيعه الحلقي هذا اللي كنت وجهت له هذا الرساله قلت له كحكام لا نقاش فيها كما كنقولوا اقل اخطاء كيدير محدود في الاخطاء ديالو، الفوليوم شويه ديال الغضبه شويه ولكن كنظن تجاوزها من بعد. شكرا لك، شكرا لك سي خالد، شكرا لانك فتحتي لنا قلبك، شكرا لانك تكلمتي على المسار ديالك بنجاحاته واخفاقاته وخلصت الى غلطتي عمرك. وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم برنامجكم غلطه العمر، نتلاقاو معكم في حلقه قادمه مع ضيف اخر ومع مسارات اخرى. يا ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.